كتب الأستاذ صالح جودات في مقال له تحت عنوان مأساة الصف الثالث: مشكلة الصف الثاني هي مشكلة خالقة بأن تشغل من تفكيرنا أكبر اهتمام، لأنها مشكلة المستقبل، مستقبل هذه الأمة، حين يدخل الصف الأول في ذمة التاريخ ويبقى مكانه شاغرا ينتظر من يصعدون إليه من الصف الثاني. وإذا كانت الثورة قد نجحت في إعداد مدارس الرواد ومعاهدهم ومعسكراتهم لتهيئة القادة الصغار لملء الصف الأول في المستقبل السياسي، وإذا كان الأدباء قد نجحوا بمحض جهدهم في ملء الصف الثاني الذي يلي صف العقاد وطه حسين وتوفيق الحكيم وعزيز باضة وأضرابهم، فلمعن من رجال الصف الثاني أمثال نجيب محفوظ ويوسف سباعي وإحسان عبد القدوس وغيرهم مبشرين بسد فراغ الصف الأول. أقول إذا كنا قد ضمننا الصف الثاني في السياسة والأدب، فإني لا أزال أضع يدي على قلبي كلما فكرت في الصف الثاني في عالم الفن، في عالم الغناء مثلا عندنا في الصف الأول عبد الوهاب وأم كلثوم، وكان عندنا صف ثان يتأنف من نادرة وفتحية أحمد ونجاة علي ورجاء عبده وملك وليلى مراد، ولكن هذه الوجوه اختفت من عالم الفن بفعل السنين أو سوء الحظ أو الانصراف عن الفن. وصعدت وجوه أخرى إلى الصف الثاني ولكنها لم تستطع رغم مواهبها الكثيرة أن تملأ الفراغ. فريد الأطرش موهبة كبيرة يكاد ينفرد بها في المستقبل، ولكن قلبه المهدد يحد من نشاطه ويحول دون ضخامة إنتاجه. وعبد الحليم حافظ شاء المرض أن يقسو عليه في ميعات صفاه وأن يجعلنا نرتقب صعوده إلى الصف الأول من خلال كثير من الضباب. ونور الهدى انزوت في لبنان بعيدا عن الأضواء، وصباح انسحبت هي الأخرى من الميدان وقيل إنها مرشحة للزواج بمليونير من فنزويلا. ووردة الجزائرية عادت إلى الجزائر وإلى الصمت، وشادية لقد ظهرت أخيرا في فيلم الطريق واكتفت فيه بالتمثيل دون الغناء، ولا أنكر أنها ممثلة ناجحة، ولكن حرام أن يسكت هذا الصوت وينقطع عن الغناء. لقد سمعت أخيرا من أحد المشرفين على القطاع العام في السينما أن شادية تصر في عقودها السينمائية الجديدة على أن تمثل ولا تغني، وفي رأيي أن هذه جناية ترتكبها شادية في حق نفسها وفي حق الفن الجائع إلى الأصوات اللامعة. وتبقى بعد هؤلاء جميعا نجاة الصغيرة، وهي الوحيدة التي يبدو لأنها باقية لركوب المصعد إلى الصف الأول. بعد هذا، هل هناك صف ثالث مرشح للصعود إلى الصف الثاني؟ أظن هذا. عزيزتي، أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. كنت رفعت في كبسولة سابقة تجدون رابطها في صندوق الوصف مقالا جميلا للأستاذ جورج إبراهيم الخوري، رئيس تحرير مجلة الشبكة، صدر بتاريخ 10 من يناير كانون الثاني عام 1966، بعنوان: عيب يا أستاذ، فريد الأطرش ليس صفا ثانيا. يرد فيه على مقال الأستاذ صالح جودة بمجلة الكواكب في عددها ليوم 21 من ديسمبر كانون الأول عام 1965، وكان تحت عنوان مأساة الصف الثالث، والذي أبى فيه الأستاذ صالح جودة إلا أن يصنف الفنانين درجات، ويضع أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب في الصف الأول، ويضع الموسيقار فريد الأطرش مع من صعدوا إلى الصف الثاني. وكنت نوهت بأن هذا التصنيف لم يكن ليمر مر الكرام، وبالرغم من كونه تصنيفا ذاتيا لا يعتمد معايير موضوعية، فقد أثار حافظة عشاق الموسيقى فريد الأطرش وجمهوره العريض على امتداد الخريطة العربية وما وراء حدودها، وأغضب بعض الصحفيين الشرفاء والنزهاء.
وقد جاء رد الموسيقى الراحل بعد ذلك بمجلة الكواكب ذاتها، كما جرت بذلك الأعراف في رسالة غاضبة. وأود أن أشير إلى أنني وضعت في تقديم الكبسولة كلام الأستاذ جودة صالح كما ورد حرفيا في مقاله مأساة الصف الثالث، المثير للعجب وللغضب. وكما وعدت بذلك، إليكم رسالة الموسيقار فريد أطرش كما وردت بالمقال. وللأمانة العلمية سأنقل لكم المقال كاملا بالتمهيد الذي وضعه الأستاذ صالح جودة للرسالة وتعقيبه عليها فيما بعد. ولحظات مفيدة وممتعة. كتب الأستاذ صالح جودة في تقديم مقاله قبل عرض رسالة الموسيقى فريد الأطرش: كنت أعلم وأنا أكتب مقالاتي الثلاث التي نشرتها الكواكب على التوالي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بعناوين مأساة الصف الثالث والبحث عن القمة ومن أجل القطاع العام لا ضد القطاع العام، أن ما تنطوي عليه من حملة الرأي لا بد أن تغضب أناسا كثيرين، منهم أصدقاء أعزاء لم يقف إعزازي لهم حائلا دون رأيي فيهم، ولم يجئ غضبهم مني حائلا دون إعزازي لهم. من هؤلاء الأعزاء الغاضبين فريد الأطرش. وكما كان من حقي أن أقول ما قلت، فإن من حقه أن يقول ما يشاء، وقد قال كل ما يشاء في رسالة تلقيتها منه وقرأتها مرتين، ثم آثرت أن أراجعه قبل نشرها لعله يرجع عنها أو يتنازل عن حقه في نشر بعض ما جاء بها، لا إشفاقا على نفسي، فأنا لا أشفق على نفسي من شيء، بدليل أنني نشرت كلمات أصدقاء فريد الأطرش الذين وصفوني بأنني غبي وحاقد إلى آخره، بل إشفاقا على سماء الجو الفني من أن يعكرها الضباب وتسوء الصلة بين فنانين حبيبين أعلم أنهما يتزاوران ويقضيان معا أمسيات حلوة في هذه الأيام، هما محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش. ولو نشرت رسالة فريد فلا بد أن تحدث بينهما القطيعة ويكثر القيل والقال وتهب حملة طائشة بين معسكريهما، وهي حملة ظهرت بواكيرها في صحف لبنان وعلى صفحات مجلة الشبكة التي كتب رئيس تحريرها مقالا موجها لي بعنوان عيب يا أستاذ، ألمح فيه إلى أنني أقصد نصرة عبد الحليم حافظ على فريد الأطرش، مع أنني لم أقل في يوم من الأيام إن عبد الحليم حافظ أحسن من فريد الأطرش ولا إنه ند لفريد الأطرش، ولكن فريد الأطرش أصر على نشر رسالته بحذافيرها وأعرب عن استعداده لمواجهة المعركة القادمة، فلست أملك بعدئذ إلا أن أستجيب لإصراره. عزيزي الشاعر الكبير الأستاذ صالح جودة، قرأت مقالك بعنوان البحث عن القمة، وقبل أن أناقش ما جاء فيه حول مفهوم القمة عندك، أبادر إلى شكرك على أنك لم تحتمل غضبي من مقالك الأول، فآثرت الإيضاح في مقال ثاني، ثم أشكرك على ما تضمنه مقالك الثاني من مديح لي ذاك فوق ما أطمع. وأقف بعد هذا وقفاتي متأملة أمام عديد من عباراتك، فقد جاء في مقالك الأول تعبير وقفت عنده بنفسك في مقالك الثاني لتتساءل ماذا أغضبني منه، قلت عني إنني موهبة كبيرة يكاد ينفرد بها المستقبل، ولكن قلبه المهدد يحد من نشاطه ويحول دون ضخامة إنتاجه. دعني أقول لك إن الذي أغضبني من هذه العبارة أنها إنكار لكل هذا الماضي الذي شقيت فيه وعانيت وكرست للفن زهرة العمر كله، والعبل أنه عند تقييم كل فنان ينبغي أن يوضع له في كفته كل رصيده، يوضع له ماضيه وحاضره والتعريج على مستقبله لتأكيد المزيد من الخلق الفني فيه، لا يعني إلغاء هذا الماضي، لأنك تردف عبارتك الأولى بعبارة ثانية هي: ولكن قلبه المهدد يحد من نشاطه ويحول دون ضخامة إنتاجه.
هذا معناه يا أخي صالح أنك تعلم أنني مريض وأن مرضي يتهددني بالموت في لحظة لست أعلمها ولكنها وشيكة لأنني أعيش بربع قلب. فهل إذا دهمني الموت ووضع خاتمة لنشاطي ينتهي العمر وأنا في نظرك دون القمة التي صنعتها للفنانين؟ بل قبل أن أستطرد في هذا المعنى المتشائم أقفز إلى القاعدة والقواعد التي جعلت منها جواز المرور إلى القمة في نظرك. فأنت تقول تعبير القمة عندنا في عالم الشعر أو القصة أو الأدب عامة لا يطلق إلا على أمثال العقاد وطه حسين وإلى آخره، والدولة نفسها تعترف بهذا التقييم وتخص أصحابه بجائزة الدولة التقديرية، وهذا التقييم ليس قائما على أساس الإنتاج وحده بل على أساس الإنتاج مضافا إلى الزمن. أقف هنا لأقول إن هذه نظرية جديدة في التقييم لم أسمع بها في حياتي من قبل، لأنها تجعل من عمل الأديب أو الفنان وظيفة لا بد أن يصلخ فيها عمره ثم يبلغ سن المعاش مثلا فيستطيع وهو في هذا الشتاء من العمر أن يصل للقمة. ليس هذا طبع العمل الفني كخلق وإبداع، لأن الخلق والإبداع لا يرتهنان بسن، وإلا فلماذا خلدنا سيد درويش الذي مات في 32 وفي عمر الزهور مات شوبان، ومع ذلك فخلفه تراث فني لا يبارى. نظرية الزمن مردودة مرفوضة، ولا أبتعد بك عما ضربت من مثل، فأنت وضعت الزميل محمد عبد الوهاب عند القمة بمعياري الإبداع والزمن، مع أن كثيرين قد يفضلون عبد الوهاب القديم على عبد الوهاب الحديث. وما زال إنتاجي وأنا في شرخ الشباب حيا ينبض ويتدفق كأغنية الربيع وأول همسة مما يداع لي دون انقطاع. ثم إنني وأنا في شرخ الشباب استطرادا إلى سن المرض التي أنا فيها أنتجت 32 فيلما هكذا، وأدخلت الأوبيريت لأول مرة في الأفلام المصرية، وأدخلت على الموسيقى أنغام الرومبا والتانجو والفالس، وغنت أسماها الكورال من تلحيني في مطلع الأربعينات من هذا القرن، فظن الناس صوتها آلة الكلارينات بسعرها الأخاذ. وإلى جانب هذا كله وضعت الموسيقى ل600 أغنية أكثرها غنيته وباقيها غناه زملاء وزميلات، وبعضها طار إلى أوروبا ليعزف في كل مكان. أفلا يوضع هذا كله في الكفة عند التقييم؟ أفلا ترضيك الحياة الفنية العريضة العميقة وإن قصرت بسبب الأجل المكتوب أو القضاء المحتوم؟ أم هل يعتبر النقص أنني لم أولد قبل مطلع هذا القرن مثلا لأكون مستحقا للقمة على مقتضى نظريتك؟ ثم أقف في سطورك على معنى أن التقييم يجيء من نظرة الناس ونظرة الدولة، وهنا أود أن أقول إن القمة في ظل هذا التقييم يمكن أن تتسع لفنانين كثيرين غير من ذكرت في مقالك، بل إن احتكار القمة لعدد معين من الفنانين فيه ظلم للباقين الذين يجتهدون ويبدعون ويخلقون ثم لا يجدون أنفسهم إلا في سفح تضعهم عنده الأقلام التي تجعل احتكار القمة لواحد أو اثنين أو ثلاثة، والذي يمكن أن يحدث لهؤلاء أن يدركهم اليأس من أن ينالوا حقهم لأن الدعاية الموجهة لسواهم تكون على حسابهم وانتقاصا من قدرهم. إنني أضرب مثلا بعملاق من عمالقة الموسيقى الشرقية، لا يمكن لواحد منا أن ينكر فضله عليها، ولا يمكن أن ينكر ما فعله تعاونه مع صاحبة الصوت السماوي السيدة أم كلثوم من مآثر على فن الغناء. إنه الفنان رياض السنباطي الذي أقول إن مجموع ما كتب عنه في حياته لا يعادل ما كتب عن أغنية واحدة من الأغاني التي لحنها الفنان عبد الوهاب لسيدة الطرب. والسنباطي هو الذي أبدع نهج البوردة ورباعية الخيام وجددت حبك ليه ويا ظالمني وغيرها مما لا يمكن أن يضيع مع الزمن. وأضرب مثلا بالرعيل الجديد من الموسيقيين وأساساً
لماذا لا يأخذون حقهم من الأقلام التي تكتب في اتجاه واحد؟ كمال الطاويل الموسيقار الشاب الذي كرمته الدولة حين أخذت مقدمته الموسيقية في والله زمان يا سلاحي وجعلتها سلاما جمهورية وسمعة فنية لنا، ألا يستحق التكريم؟ أوليس نشيد الله أكبر لمحمود الشريف مارسييز ثورتنا الذي أصبح نشيد الحرية والقوة للعروبة كلها؟ ألا يستحق محمود الشريف أن يوضع تحت الأضواء به؟ ومحمود الموجي بإنتاجه الغزير في كل اتجاه وبإلحانه لسيدة الفن، وبليغ حمدي الذي لحن للسيدة العظيمة 6 ألحان في 3 أعوام، ألا يستحق أن يلمع مع اللامعين وينصف مع الذين ينصفون؟ أقول لك يا أخي صالح، إن تكوين الأضواء وتسليطها في اتجاه واحد يخلق مرارة في نفوس الآخرين، وأنا واحد من هؤلاء، وإذا كانت هناك أقلام تنصفني من حين إلى حين، فإنني أقول إنني أخذت من تكريم الجمهور وتكريم الدولة أكثر مما أطمع فيه. وإذا كان تكريم الجمهور وتكريم الدولة يوضعان في الاعتبار عند التقييم للقمة، فدعني أضع أمام عينيك هذه الحقائق. من ناحية الجمهور الذي أعتز بحبه وتقديره والذي توسلت إلى طبيبي أن يسمح لي بلقاء معه مرة كل عام على الأقل إن أبقاني الله، من ناحية جمهوري أجده حولي دائما بتشجيعه وحبه، فأنا أتقاضى أكبر أجر عن كل فيلم أمثله، لأن أفلامي تضرب أرقاما قياسية في الإيراد، والإيراد يدفعه الجمهور. والثابت رسميا أن الغالبية العظمى من طلبات الأغاني التي ترسل للإذاعة تنهال باسمي، وأنه لو وضعت الأغاني المطلوبة بنسبة عدد الخطابات لاستأثرت أغاني بأكثر من نصف ما يداع فيما تطلبه الجماهير. إن هذه الطلبات تنهال على سائر الإذاعات في المشرق العربي والمغرب العربي، وإن موسيقاي تداع في محطات الإذاعة الأخرى. مقياس ذلك كله وترمومتره المبلغ الذي يخصني من حق الأداء العالمي كل عام. وأنت بحكم منصبك كنائب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين تعرف أنني ما زلت صاحب الرقم الأعلى في هذا الميدان منذ 15 عاما تقريبا. أما من ناحية الدولة فإنني أفاخر بتكريمها لي. واسأل الإذاعة لتعرف أنني أتقاضى أكبر الأجور، واسأل شركات القطاع العام السينمائية لتعرف أنني أتقاضى أكبر الأجور. فعندك يا صديقي صالح من البراهين ما يؤكد لك أنني كافحت فكافأني جمهوري وأنتجت فكرمتني بلدي. وإنه إذا كان ينقصني تكريم بعض الأقلام فما كان ذلك يهمني قط في الماضي، ولكنه يحز في نفسي في الأيام الأخيرة، لأنني وجدت العمر ينقص، فإذا بكم لا تنصفون، وإذا بك يا صديقي صالح تجعل موهبتي مما يتفرد به المستقبل. فهل تضمن لي عمرا؟ وهل تخترق حجب الغيب لتقول إنني أستحق القمة بمواصفاتك بعد كذا من السنين، وإنك كفيل بهذه السنين لي؟ إنني لا أعارض في أن تقدر من تشاء كيف تشاء، ولكن لا تقدر أحدا على حساب أحد. ومن حقي أن أقول مثلا إنك قلت إن أم كلثوم وعبد الوهاب قمة الموسيقى، والتعبير معذرة غير دقيق، فأم كلثوم لا تقارن بأحد، هي قمة القمم التي لا تطاول، وإذا قورن بها كل السابقين والمعاصرين فكلهم منها عند السفح، هي فلتة هذا الزمن وأنشودة على ثغره. ومن هنا أستبعد أن تكون مقارنا للأستاذ الكبير بها، فهو يوضع في الميزان بإبداعه الموسيقي وما أكثر رصيده فيه، ولا ينكر عليه أحد ماضيه وحاضره وغداه منه، وحاشا أن أطلب لنفسي مقارنة صوتي بصوت أم كلثوم، هذه وحيدة. والثانية أقولها على استحياء ومضطرا لكي تضعها لي في الميزان، إنني طوال 35 عاما من التلحين
اعتنقت أسلوبا في الموسيقى الشرقية لم أقلد فيه أحدا، وإن ألحاني الستمائة التي طرقت فيها كل أبواب الأغنية العاطفية والوطنية والوصفية والقصيدة والأوبريتات وسائر الألوان العربية، وكلها من صميمي وأعماقي، ما تأثرت فيها إلا بجيشان من داخلي، وقد تأثر بها كثير من الملحنين. ولعلك تذكر يا صديقي صالح حين أسمعتك لحنين لموسيقار كبير لطش في أحدهما مني يا زهرة في خيالي وأغنية أنا واللي بحبه، فأبديت عجبك ودهشتك، وما زال اللحنان وثيق عندي على ما أقول. أتحدى به من يريد التكذيب إذا واتته الجرأة ووزع هذه الأسطوانات في القاهرة، لأنها توزع في الخارج فقط. إن ثورتي من أجل نفسي ومن أجل زملائي معا ثورة حق، أقصد منها أن تعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وأؤكد فيها أن نظرية القمة بالسن والمعاش وتعاقب الظهور لا تصلح للإبداع الفني الذي ينبثق عن الموهوب وهو في ريعان الشباب، كما قد تجود به مواهب الشيخ الطاعن الفنان بما قدم وما يقدم. والقمة تتسع لكل خلاق مخلص، ودعوى الإقطاع فيها لم تعد تليق في عهد يقيم فيه كل عمل بقدره، ويأخذ حقه فيه العاملون في صمت، كما يغتصبه اغتصابا العاملون تحت الأضواء الباهرة التي يحذقون تسليطها على أنفسهم بالبراعة والذكاء الحاد والعبقرية الفذة. وشكرا مرة أخرى يا شاعرنا العظيم، يا قمة في نظري رغم أنك في ربيع الخمسين. هذه هي رسالة فريد الأطرش وأعقب عليها بإيجاز. إنني عندما أقول عن فريد إن قلبه المتعب يحول دون ضخامة إنتاجه، لا أنكر ضخامة إنتاجه في الماضي بالمرة، ولكني أعني الحاضر والمستقبل. بعد أن أرغمه المرض على قصر إنتاجه على فيلم واحد كل سنتين أو ثلاث. أما حكاية المرض والموت فالأعمار بيد الله، والموت حق علينا جميعا على غير موعد، وقد يحين حيني قبل حين فريد، وقد يمد الله في عمره إلى 100 سنة. وأما عن التقييم على أساس الإنتاج كما وكيفا مضافا إلى الزمن، فأنا مؤمن بهذا الأساس، وقد كان عبد الوهاب أستاذا للموسيقى بوزارة المعارف حينما كنت أنا تلميذا في سنة أولى ثانوي، وكان يدرس للموسيقى وفريد من جيلنا، أعني أنه كان يومئذ مثلي في 11 من عمره. هذا شيء له تقديره الراسخ في أعماق كل إنسان وكل فنان. وأما أن الإبداع لا يرتبط بالسن بدليل خلود سيد درويش وغيره، فإنني أقول إن في عالم الشعر كما في عالم الموسيقى شعراء لمعوا في شبابهم كالشابي والهمشاري وأحمد فتحي، ولا نزال نشيد بهم ونخلد ذكراهم، ولكننا لا نضعهم في قمة شوقي أبدا، كما أنني لا أضع سيد درويش في قمة عبد الوهاب. وأما عن بليغ حمدي ومحمد الموجي وكمال الطويل ومحمود الشريف الذين ذكرهم فريد، فلهم عندنا كل تقدير وتكريم، ولكني لا أظن أن أحدا فيهم يزعم لنفسه أنه وصل إلى القمة أو يضع نفسه مع عبد الوهاب في مستوى واحد، فالوصول إلى القمة معناه أنه لم يعد لديهم مزيد من الإبداع أعظم مما قدموا. ونحن في مجال الأدب لا ننتظر من طه حسين وتوفيق الحكيم وغيرهما من أصحاب القمة أن يقدموا لنا شيئا أعظم مما قدموا. وأما عن اللحنين اللذين يقول فريد إن موسيقارا كبيرا لطشهما منه، فهذه هي القضية الخالقة بأن تثير معركة فنية مجدية ننتظر فيها آراء خبراء الموسيقى، فأنا في هذا المجال مجرد مستمع. وأخيرا مع شكري لفريد على أنني في نظره قمة، أؤكد له أنني أؤمن وبغير تواضع بأنني لا أزال بعيدا عن القمة 20 سنة على الأقل. وبعد، وبالرغم من أن الأستاذ صالح جودة كان يعاني إمساكا عاطفيا تجاه الموسيقى فريد الأطرش على حد تعبير الأستاذ جورج إبراهيم الخوري، فإن الموسيقى غنى من كلماته العديد من الأغاني،
تانغو يا زهرة يا خيالي في فيلم حبيب العمر عام 1947، وأوبرة الشرق والغرب في فيلم أحبك أنت عام 1949، وأغنية عيد الميلاد يا ملك القلب في إيدك في فيلم نحل الخلود عام 1952، وقصيدة اسأل الفجر والغروب عام 1954، وأغنية يا أحلى من أمانينا للملكة دينا عام 1955، وأخيرا يا شمس قلبي وظل في فيلم حكاية العمر كله عام 1965. وبالإضافة إلى ذلك كله أغنية روحي وروحك حبايب التي أدتها وردة الجزائرية في فيلم المض وعبد الحامولي عام 1962، كما أنه غنى له أغنية مفقودة وهي الليلة يا ريس لبسنا العرب طرحة المجد، ويقال بأن فريد غناها في حفل زفاف الدكتورة هدى جمال عبد الناصر عام 1965. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الأستاذ صالح جودات كان نائبا للموسيقار فريد الأطراش في رئاسة جمعية المؤلفين والملحنين. تغمد الله فريد الأطراش وفنانات وفناني الزمن الجميل بواسع رحمته، وغفر لنا ولهم، وأمد في عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة، ومتعهم بموفور الصحة والعافية. وحتى لقاء آخر مع صفحة أخرى، تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.